مش مشحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب العاشر من الكتاب الخامس والأربعين، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. يعني زيد بن حارثة وابن أسامة، أسامة ابنه وأمه أم أيمن بركة الحبشية، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الخامس عشر بعد 406,000. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، لأن النبي تبناه قبل النهي عن التبني مكافأة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء والد زيد يأخذه، وكان من أغنياء وأمراء اليمن، وكان قد ضرب الرق على زيد منذ صغره لأنه خطف صغيرا، فلما خطفوه صغيرا ضرب عليه الرق، فبيع في مكة فاشترته خديجة وأهدته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عبدا لسيدنا محمد رقيق يخدمه. فلما علم والد زيد بمكان زيد بن حارثة في مكة ذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه زيد، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو عندك، خيره، إن اختارك فخذه بلا مقابل، أنا مش عايز منك حاجة، هو جاي يشتري من النبي عشان يحرر ابنه. فالنبي قال: لا، خير، إن اختارك خذه وإلا فاتركه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عشرته، فالنبي كفاه وقال: أنت من الآن زيد بن محمد، وأعتقه صلى الله عليه وسلم. وكان التحريم لم ينهى عنه، وكعادة موجودة عند العرب، حتى أن التبني هذا كان ينبني عليه الإرث، يعني يرثه كما يرث ابنه من الصلب، كانت هذه أحكام قبل الإسلام. ثم نزل بعد ذلك تحريم التبني، وقال: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فصار بعد ذلك زيد مولى محمد، فإن لم تعلموا آباؤكم آباؤهم فإخوانكم في الدين ومواليه، فبقى زيد بن حارثة، وبينه وبين النبي ولاء، إيه؟ ولاء العتق وولاء البنوة والتربية. ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى قال: أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث، وعن أبي قال: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بمثله، وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر
عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان عنده إيه؟ 16 سنة. والبعث ده كان في سيدنا عمر بن الخطاب وفي سيدنا أبي بكر الصديق، وجعل سيدنا أسامة هو في هذا العمر الصغير بالنسبة لغيره إيه؟ أميرا على هذه السرية. فبعض الناس بقى إيه؟ اعترضت، طعنت من دور أولادنا ويبقى هو الأمير علينا. فطعن الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، في مؤتة. ما هو مؤتة كان أبوه أميرها واستشهد في مؤتة. فلما ربنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل بعثا إلى الروم فأرسل عليهم أسامة يأخذ بثأر أبيه. فهمت بقى العلاقة يعني؟ برضو كانوا معترضين، النبي يؤمر علينا وإحنا قرشيين وأقاربه، يؤمر علينا زيد بن حارثة اللي كان في يوم من الأيام عبد ثم أعتقه، فقالوا أنتوا طعنتم قبل كده على إمارة أبيه وتطعنون اليوم على إمارة أسامة، والله إنه لخليق بها، يعني مستحقها وكفءا لها. فالأمر بالكفاءة وليس بالأنساب. فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله، وهذا يمين مغلظ زي احنا ما نقول المصريين كده والله العظيم، وايم الله دي كأنها والله العظيم، يمين مغلظ كده أقوى من والله يعني. وايم الله إن كان لخليقا للإمارة، يعني كفءا لها ومستحقا لها، إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إليه، وكمان بحبه. شوف بقى لما النبي يحب واحد يبقى لا يعذب، خد بالك النبي ما يحبش حد ويعذب أبدا، عشان كده بيحب أمته، أمته إن شاء الله مرحومة صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا المصريين يقول لك ايه، يا بختنا بالنبي. المصريين يقول لك كده، يا بختنا بالنبي فعلا، لان لولا النبي لضعنا، لا عملنا هينفعنا ولا حاجه خالص، هي شفاعته ومحبته لينا هي بس اللي ربنا يجعل فيها النفع لنا. وان كان لمن احب الناس الي، وان هذا لمن احب الناس الي بعده، وان كان ابويا يعني، وإن كان أبيه اللي هو زيد لمن أحب الناس إلي، وإن هذا اللي هو أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. وأبو زيد مدفون هناك في إيه؟ في مؤتة في الأردن مع شهداء مؤتة. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. وطبعا بعث أسامة ده لم ينفذ، لأن النبي لما رتبه أصيب بمرض وفاته فتوفي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبي بكر فأنفذ بعث أسامة، واستأذن أسامة أنه يبقى هو في المدينة لأنه صار خليفة، لأنه كان في حال حياة النبي أبو بكر كان هيروح معاه، فاستأذن أسامة أن يبقى وأنفذ بعث أسامة على ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله إن كان لخليقا لها. يعني أنا مش بديه الإمارة علشان أنا بحبه، أنا بحبه صحيح، بس انا مديها له عشان هو يستحقها، هو كفء له. المعايير مش معايير المحبه، لا ده معايير الكفاءه. وبالرغم ان هو كفء بقى انا بحبه برضه وبحب ابوه. فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم. فليس المعيار معيار الميل الايه؟ النفسي، عشان بتحب فلان ترقيه. لا، بتحب فلان وكفء رقيه. لكن بتحبه مش كفء.
عامله كويس وحبه ملناش دعوه، لكن ما ترقيهوش. فهمت ازاي؟ لان المناصب مش مساله عواطف، هي المناصب مطلوب فيها يعني ايه مهمه معينه تؤدى، والمهمه لا يؤديها الا الكفء لها. ويم الله ان كان لخليقا لها، ويم الله ان كان لاحب الناس الي، ويم الله ان هذا لها لخليق، يريد اسامه ابن زيد، ويم الله ان كان لاحبهم الي من بعده، فاوصيكم به فانه من صالحيكم. كل دي بقى بشارات كبيره لسيدنا اسامه، وكان عنده 16 سنه رضي الله عنه جميعا ونفعنا الله به. باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. جعفر بن ابي طالب اخو سيدنا علي بن ابي طالب، الاخ الكبير جعفر بن ابي طالب، وليه اخ ثاني اسمه عقيل ابن ابي طالب، وسيدنا علي، يبقى ثلاث اخوات، علي وجعفر وعقيل اولاد ابي طالب. عقيل بن ابي طالب مدفون هنا في البهنسه، شهيد في مصر، عقيل البهنسه في المنيا. جعفر في مؤتة تولى الراية بعد مين؟ بعد سيدنا زيد بن ثابت في مؤتة. يبقى سيدنا رسول الله قال ايه؟ زيد هو الامير، فان قتل فجعفر، فان قتل فعبد الله بن رواحة، رتبها. ولما قال كده عرفوا ان هم مقتولين، وهم رايحين كده عرفوا ان هم شهداء خلاص. طالما النبي رتبها كده يبقوا رايحين مش جايين تاني. فقتلوا الثلاثه. ثم بعد ذلك ولى المسلمون سيدنا خالد بن الوليد، فتراجع بالجيش بطريق تكتيك عسكري، لانه كاد ان يهلك الجيش كله. 300,000، 3,000 كان عددهم 3,000، وقدامهم 200,000 من الروم. يعني هيهلكوا اهلكوا. قام سيدنا خالد لما ميز الامر قال انا لو ارجع بهم الى رسول الله سلام احسن بدل ما اهلكهم. فعمل تكتيك وتراجع. فلما رجعوا المدينه قابلوهم صبيان المدينه قالوا لهم ايه؟ الفرار، وبيضربوهم بالحصى. فقام الرسول قال لا، هم الكرار ان شاء الله، انا فئه كل مسلم، لان الا ايه؟ الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد ايه بقى بغضب من الله. فتولية الدبر ان لم تكن تحرف في القتال او تولية الى فئة لتنصرك تبقى كبيرة من الكبائر. فالرسول قال ايه؟ انا فئة كل مسلم، هم الكرار ان شاء الله، وايدهم. وسمى سيدنا خالد سيف الله، لانه استطاع ان هو ينجو بهذا الجيش من ان يقتل هناك في مؤتة كله عن اخره. واللي اتقتل هناك حوالي 12 بس. سيدنا جعفر استشهد في مؤتة، وكان اسمه جعفر الطيار. ليه الطيار؟ لأن قطعت إحدى ذراعيه فمسك الراية بالذراع الأخرى، فقطعت الذراع الثانية فضم عضديه على الراية حتى قتل، فأبدله الله بجناحين في الجنة، فسمي جعفر الطيار. ده سيدنا جعفر. عبد الله بقى ابنه الصغير، كويس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أولاد الشهداء يكرمهم كرم زائد، وإذا كانوا كمان من أقاربه وأولاده يكرمهم كرم أزيد وأزيد، ويراعيهم، يعتبر نفسهم هو أبوهم بعد أبيهم صلى الله عليه وسلم. باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس، والنبي رجع من تبوك، الحمد لله يكون له صحبة لكم، قال نعم، فحملنا وتركك. عارف انت شباب بقى صغيرين بيكلموا بعض بقى، بيقول له فاكر لما قابلنا النبي وهو جاي وكنت انا وانت وابن عباس،
انت اللي هو مين اللي بيكلمه؟ عبد الله بن الزبير. كانوا اقران قريبين في سن بعض. قال اتذكر اذ تلقيناه فركبنا انا وابن عباس وسبك انت ومشينا احنا، فاكر؟ بيتباهى يعني. والثلاثة اسمهم عبد الله. والثلاثة عباد الله كلهم. يبقى النبي ترك سيدنا عبد الله بن الزبير ليه؟ لأن النبي كان لا يحب أن يثقل على إيه؟ على الناقة أو على الجمل اللي كان راكبه أو على الحصان عشان ما يركبش عدد كبير عليه. فيعني يا دوب حط واحد أمامه وواحد خلفه والتاني يمشي بقى ما يجراش حاجة. عبد الله بن الزبير كان قوي على فكرة. كان معروف بقوته سيدنا عبد الله بن الزبير. حتى أنه كان في شبابه كان أحيانا ينزل سيل على مكة يبقى حوالين الكعبة بركة ماء، ماء يعني لأن الكعبة منخفضة، فكان لا يرى طائفا حول الكعبة فيطوف في بركة الماء سابحا ويقول لا يطوف حولك أحد والله لا أطوفن، ويطوف سابحا حولها سبعا. فكان قوي يعني سيدنا عبد الله في بنيته. فالنبي تركه إيه؟ لقوته، واكتفى بهؤلاء. وبعدين ميز سيدنا عبد الله ابن جعفر عشان أبوه شهيد، فالنبي ايه حن عليه خده معاه. وسيدنا عبد الله ابن عباس عشان ده ابن عمه، لو العباس يزعل ولا حاجه ساب ابنه وده عمه، فهمت بقى؟ وترك الاخر لقوته ولانه تطيب نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذا. فعبد الله بن جعفر بيفكر بقى ايه سيدنا عبد الله ابن الزبير بهذه الحادثه يعني. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو إسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علي وإسناده. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، يعني سيدنا الحسن أو الحسين. قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عاصم قال حدثني مورق قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا. قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين. قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. قال لي كلمة سر مش حول الحد خاصة بيه. كل ده بيدلك يعني ان هو يعني بيبين مقامه من النبي وقربه من النبي. كانوا يتباهوا بذلك، كلما كان له خصوصية مع النبي كان يتباهى به. فاجعلنا من اهل خصوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا تحت عينه وفي قلبه. باب فضائل خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ابن سليمان كلهم عن هشام بن عروة واللفظ حديث أبي أسامة حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يقول سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول
خير نسائها مريم بنت عمران. خير نسائها يعني الأرض، يعني نسائها الأرض يعني، وقيل الأرض والسماء. خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قيل نساء زمانها، ودي نساء زمانها، والتفضيل بينهما متوقفين. أهل السنة يتوقفوا أيهما أفضل، مريم ابنة عمران ولا خديجة بنت خويلد؟ يقول لكم الاثنين عاليين، مالناش دعوة، لا نفاضل بينهما، ما عندناش دليل. يبقى الإيه الأفضل؟ التوقف في التفضيل بين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد. أما فاطمة بنت النبي فهي أفضل منهم، فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم فهي أفضل منهم. النبي في مرض وفاته ضمها إليه وقال: أما تردين أن تكونين أفضل نساء العالمين؟ فاكر حديث وفاة النبي؟ فقالوا أن فاطمة لأنها هي بضعة النبي وبضعة خديجة، فاجتمع فيها الفضيلتين ففاقت الكل، ففاقت الكل. لكن على اي حال مريم ابنة عمران يزوجها الله لرسولنا في الجنة، يعني مريم ابنة عمران زوجة لنبينا في الجنة، لانها لا زوجة لها اصلا وهي صديقة، فكفأها في الجنة سيدنا رسول الله، فده يدل على علو مقامها ايضا. واسيا امرأة فرعون ايضا زوجة لنبينا في الجنة، لان ايه لا زوجة لها، جوزها سابها ودخل النار اللي هو فرعون، وهي كانت أكمل نساء زمانها. أسيا امرأة فرعون كانت أكمل نساء زمانها عقلا وإيمانا ودينا وفضلا، فالكامل للكامل. يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض، يقصد الأكوان بقى، يعني كما كأن نسائها يعني ما يشير فوق يبقى الجنة، ويشير للأرض يبقى في الأرض، يبقى خير نساء الأرض وخير نساء الجنة. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا في روايات تانية أربعة، كامل من النساء أربعة، يبقى الرواية دي مختصرة. كامل من النساء أربعة اللي هي مريم ابنة عمران وسيدتنا خديجة وأسيا امرأة فرعون وفاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، دول الأربعة اللي وارد فيهم نص. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يبقى فعائشة تأتي في مرتبة بعدهم على طول، تأتي في مرتبة بعدهم، وعلشان كده الراجح تفضيل خديجة على عائشة الراجح، خلافا لابن تيمية والوهابية يفضلون عائشة على خديجة، الوهابية وابن تيمية، لكن الراجح عند أهل السنة جميعا على ابن تيمية ومن والاه من الوهابية وطوائف البدع أن خديجة أفضل من عائشة، لأنه منصوص عليها أنها من أهل الكمال، وعائشة جت بعدها أدنى، وقال وإن فضل عائشة على سائر النساء ما عدا دول، يعني ما عدا الأربعة دول. الشيعة عندهم خديجة طبعا بلا نقاش، لأن ما عندهمش ابن تيمية، الشيعة عندهم خديجة أفضل طبعا. ده 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 للأسف بقى إن بعض غلاة الروافض يعني يعيبوا ستنا عائشة والعياذ بالله، ونعوذ بالله من ذلك، غلاة الروافض عشان خرجت تقاتل سيدنا علي في إيه؟
في الجمل، فعملوها بقى شغلانة كبيرة وعادوا سيدتنا عائشة. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد لأنه حلو الطعم، سهل الإعداد، سهل التناول، مفيد للجسم، يشبع الإنسان منه بأقل مجهود ولا يمله. فكان عائشة فيها الصفات دي كلها، سهلة التناول، وأنها لا تمل، وأنها حسنة العشرة، وأنها يعني من يعاشرها يزداد همة ونشاطا وقوة. فكل دي فضائل في سيدتنا عائشة، فالنبي كان يحبها صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من أحبه النبي نحبه على طول كده، عاملين توكيل كده عام شامل لرسول الله، أي حد يحبه احنا بنحبه من غير ما نعرفه، فمن أحبه النبي احنا بنحبه، نشهد الله على ذلك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أبو بكر في روايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعت، ولم يقل في الحديث ومني. الرواية دي رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ما شافش خديجة أصلا، ده أسلم عام خيبر، فهمت؟ وما صرحش هنا بسماعه من النبي كمان، أبو هريرة ما تصرحش بسماعه من النبي، فيبدو أن ده مرسل صحابي، مرسل صحابي، يعني كأن أبي هريرة سمعه من غيره وأخبر به. قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معي إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، يعني كانت ستنا خديجة بتعد للنبي الطعام وجاية به، فقالوا سيدنا جبريل قال له خديجة هي جاية لك إيه بالأكل، أقرأها السلام من ربها وأقرأها السلام مني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ مجوف، القصب اللي هو اللؤلؤة المجوفة، لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا عناء ولا ايه ولا ضوضاء، لا تتعب فيه ولا تسمع فيه ضوضاء، لأنها لم تتعب النبي ولم تسخب في بيتها وترفع صوتها، فأعطاها الله من جنس معاملتها لنبي. عاشرت النبي سنوات طويلة، 25 سنة عاشت مع النبي، 25 سنة لا رفعت صوتها ولا أتعبت النبي أبدا ولم تغضبه أبدا، 25 سنة حاجة يعني ما فيش كمال بعد كده. فعلشان كده ربنا أعطاها من جنس عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا صخب فيه ولا نصب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يبقى لا صخب يعني لا ضوضاء ولا ارتفاع صوت، ولا نصب يعني ولا عناء ولا تعب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني، ماتت بلغة قريش، هلكت يعني إيه؟ يعني ماتت بلغة قريش،
وربنا بيقول وان امرؤ هلك ليس له ولد، هلك يعني مات، مش كده؟ جاء القران بلغه قريش. ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين لما كنت اسمعه يذكرها، يعني قبل ان يتزوجني يعني يدخل بي، لما كنت اسمعه يذكرها. ولقد امره ربه عز وجل ان يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وان كان صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهديها الى خلائلها، يعني كان باستمرار ذاكر ستنا خديجة حتى بعد وفاتها بسنين طويلة، حتى ما يذبح الشاة يهدي اصحاب خديجة منها صلى الله عليه وسلم. فده جعل ستنا عائشة وهي لم ترى خديجة اصلا تغار منها. والغيرة في المرأة على زوجها محمودة ومغفور لها، فهي كمال، يعني الغيرة في الزوجة على زوجها كمال ما لم تبلغ هي المبالغة التي تفضي إلى إفساد الحياة الزوجية، لكن الغيرة المرأة على زوجها كمال فيها ومزية فيها، تجعلها تحافظ على زوجها، تجعلها تحسن عشرته، تجعلها تتنافس في إرضائه، فكل دي كمال في المرأة. إنما المرأة كده اللي هي قاعدة يجي ما يجيش ما يهمنيش، ما تفرقش معاها جوزها موجود ولا مش موجود، دي امرأة كده تجد الحياة الزوجية معها حياة ضعيفة الرباط وسهلة الانفصال والفراق. إنما ما تبقى حريصة على زوجها، محوطة عليه، بتحبه وتغير عليه وتحافظ عليه، يبقى دي مزايا فيها. فإن أفعلت بعض النقائص مقابل هذا مغفور لي، مغفور ليها النقائص دي، فهمت ازاي؟ لأن ايه؟ من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن عدم وجود الغيرة مطلقا ضرر شديد على الحياة الزوجية. وعن أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما غرت على نساء ما غرت من، مش كده برضو؟ لكن تجيب على يبقى ضمنت معنى، ما غرت من نساء على النبي إلا من نساء من ست نخل، فهمت ازاي؟ يبقى على هنا علشان بتتكلم على جهتها من جهة النبي، يعني علاقتها مع النبي، فضمنت معنى واشارت اليه بحرف الجر اللي هو غير مناسب لغرت، المناسب لغرت يقول غرت من، انما غرت على ايه؟ غرت على دي يعني غرت من النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمنت ايه؟ على رسول الله بحرف الجر على بس، فهمت؟ يسموه التضمين. ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خديجة، برضو الا على رسول الله من خديجة، فهمت بقى؟ ادي المعنى كده، يسموه ضمن معنى جديد، والاشارة اليه بحرف جر غير مناسب للفعل، اما يجيب لك حرف جر غير مناسب للفعل يضمن لك معنى جديد. زي ايه؟ زي سيدنا شعيب لما بيقول ايه؟ وما يكون لنا ان نعود فيها، انت تعود الى مش تعود فيه، تقول اعود الى مش اعود فيه، انما نعود فيها يبقى ضمن معنى جديد، اي نعود فيها اي ندخل فيها حيث اننا لم نكن فيها اصلا حتى قبل البعثة، لان الانبياء لا يتصور انهم قبل البعثة كفار، فهمت بقى؟ فضمن معنى الدخول فيها بقوله فيها، لان لو قال اعود اليها معناه كان فيها وتركها ثم يعود اليها وهو لم يكن فيها اصلا، فهمت؟ ادي معنى التضمين، وهو ايه؟ باب في البلاغة والبيان مهم تدرسه، لانه هتجد القرآن كتير فيه تضمين والحديث النبوية فيها تضمين كثير. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، هم الذين كفروا قالوا للذين آمنوا ولا قالوا عن الذين آمنوا؟ قالوا عن الذين آمنوا. وقال الذين كفروا عن الذين آمنوا للذين كفروا مثلهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه، فهمت؟ فجاءت آية وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يقول لك للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا،
طب وليه قال للذين امنوا؟ ضمن معنى ايه؟ انهم قالوا للكفار امثالهم عن الذين امنوا، فهم؟ فعشان للكفار فقال للذين امنوا، فانه قالوا للكفار ما قالوش للذين امنوا، فهمت بقى؟ تجد معنى التضمين كتير في القران على هذا النمط. زي هنا برضو لما سيدتنا عائشه بتقول ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الا على خديجه، اي من خديجه، واني لم ادركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشاة فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه. قالت فاغضبته يوما، من كتر ما النبي بيذكرها كل ما يذبح ود اصدقاء خديجه، ستنا عائشه بقى غضبت، غارت يعني، خدها الغيره لدرجه انها نطقت بقى، اتكلمت، قاعده ساكته 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 مش مستحمله. ففي الاخر قالت له ايه؟ فقلت خديجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد رزقت حبها. ده دي حاجه من الله، يعذريني رزقت حبها. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال حدثنا هشام بهذا الاسناد نحو حديث ابي اسامه الى قصه الشاه، ولم يذكر الزياده بعدها. وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امراه من نسائه، ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، اكتفى بها دون ما عايش، ثم عدد الزوجات بعد خديجة صلى الله عليه وآله وسلم. وده برضو فضيلة كبيرة لخديجة، أن كانت فيها ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتاج لامرأة معها خالص صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على أن الاكتفاء بامرأة واحدة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رزق منها الولد اكتفى بها حتى لا يشتت همه بين نساء كثيرات، ثم لما توفيت تزوج الباقي لخدمة الدعوة ولنشر الدعوة ولتوطيد علاقته بإيه؟ بزعماء العرب وكبراء العرب حتى تصل الدعوة إلى كل بيت، وحتى ينقلوا أعمال النبوة في بيته مع نسائه إلى نساء المسلمين، حتى ينقلوا فقه الرجل مع الزوجة، كيف يعيش وكيف يكون وكيف ينام وكيف يستيقظ وكيف يغتسل، كل ده ما كناش نعرفه إلا عن طريق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كثرة الزوجات مهم في حياة النبي لكثرة لبيان الأمور الخاصة التي لا يطلع عليها إلا النساء صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. كانت صوت هالة وطريقة كلامها تشبه خديجة لأنها أختها، فجت استأذنت على النبي فذكرت النبي بخديجة، فأمهش لها وقابلها مقابلة كبيرة قوي إيه، واشتاق إيه، هيبت شوقه لخديجة يعني، هذه معنى ارتاح إليه. فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد، فغرت، غارت بقى، زادت بقى ايه؟ زادت. المره اللي فاتت غارت غيره بسيطه من الشاه والهدايا، لكن هنا بقى يعني ايه؟ كانت طفحت الغيره بقى، فاضطرت بقى ايه؟ تجور شويه، واحنا قلنا هذا الجور مغفور لها، لان غيره المراه على زوجها محموده، فمغفور ليها اللي تقول. عشان كده النبي ما قالهاش استغفر الله كمان، لكن النبي نهرها دون ان يقول لها استغفر الله، يعني نهرها عشان تعود الى حد الاعتدال في الغيرة، لكن ما لاش استغفر الله. قالت ايه بقى؟ فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء شدقين هلكت في الدهر فابدلك الله خيرا منها؟ تقصد نفسها يعني، ما هي مش قادرة بقى، الله يكون في عونها، فاهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها قال والله ما أبدلني خيرا منها، لقد إيه رزقني منها الولد. فهمت إزاي؟ سيدتنا عائشة ما خلفتش، فالنبي إيه قال لها كده رزقني منها الولد. يا عائشة اسكتي بقى، مش عايز أقول كلام تاني أزعلك. فهم؟ كلمة وخلاص عدلها بقى، كله يعتدل. فهم؟ لأن أحيانا الغيرة تجعل الإنسان يجور. إيه بقى حمراء الشدقين؟ يعني أسنانها اتكسرت وبقت هتمة، تفتح بقها كده تشوف حمار اللسان، إنما شوف أنا بياض سناني وجمالي وحلاوتي. فهمت إزاي؟ يعني كأنها بتقارن يعني، أدي ما أنا حقيقي حمراء الشدقين، يعني لا أسنان بيضاء في فمها، لإيه؟ لكبر سنها. وهو ما حصلش كده في خديجة، إزاي يعني بتقول كده وخلاص؟ يعني هو خديجة ماتت وأسنانها كاملة، يعني هي ما شفتهاش أصلا، لكن هي بتقول كده مبالغة يعني. ونقف على باب في فضل عائشة رضي الله عنها غدا إن شاء الله. اللهم انفعنا بأنوار نبينا وببركة أمهات المؤمنين، واجزهم عنا خير الجزاء وأبلغهم منا السلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.